اليوم عم نفتتح بازار مع مجموعة أم الشهيد، مجموعة من الجمعيات يلي هن فيهم أمهات شهداء وفيهم سيدات معيلات أسر، فضلوا أنه يكون المواساة الحقيقية لهم بأنه هن يكونوا كمان عم يخدموا وطنهم بقيمة مضافة اللي هي الإنتاج اللي بيقدر أنه يحافظ لهم على عزة نفسهم وبحافظ لهم على مورد رزقهم، وبنفس الوقت هو بيكون داعم للاقتصاد الوطني. زيارتنا اليوم وتشجيعنا لكل المنتجات الحرفية تأتي ضمن إطار حملة سنطلقها عام 2017 هي اسمها Your Gift from Syria، لكل العالم لأنه يشتروا هداياهم من سوريا وخاصة من الحرف التقليدية السورية، الحرف اليدوية السورية، وطبعا بالذات وقت نقول نحن المعني السيدات اللي هن أمهات الشهداء أو إذا كان الزوجات الشهداء أو الحرف التقليدية السورية بشكل عام. طبعا اليوم منشوف طاولات كتيرة كلها معتمدة على المشغولات اليدوية يلي اليوم لازم نحيها، لأنه أغلب السيدات في منهم صفي بلا معيل نتيجة استشهاد أبنائهم أو المعيلون أو حتى تهجيرهم من منطقة لمنطقة. اليوم العمل اليدوي للست هي اللي عم تقدر تردف بيتها باقتصاد بيتها، ونحن منقول دائما المرأة السورية هي أكثر وحدة بتبتكر كيف تقدر تعيش أولادها وعائلتها بطريقة اقتصادية ومريحة جدا. نحن مشاركين بمنتجات الجمعية اللي هي عبارة عن شغل السيدات اللي بيشتغلون عنا. نحن جمعيتنا هي بتتلخص بهدف الأساسي اللي هو تأهيل السيدات على مهارات يدوية أو أي شيء، المهم أنه يساعدهم لحتى إضافة دخل إضافي للأسرة. أنا مشاركة هون بالإكسسوارات اليدوية لأنه تعرفي بهالوقت هذا يعني ما في مجال أنه نحن عنا مثلا أعمال يدوية محلات أو أماكن للعرض نعرض منتجاتنا، فهيك بازارات هاي بتروج لنا المعروضات تبعنا وبتخلينا بتفتح لنا أبواب جديدة إنه نحنا ممكن إنه نفتح على العالم الثاني. مشاركتي اليوم هي بمجموعة إكسسواريز شغل إيدي كلها هاند ميد، تعتمد على الريسايكل أكتر، إعادة تدوير الشغلات. في مواد كتير نحنا ممكن نستخدمها لمرة واحدة وبعدها نكبها، أنا لا بالعكس بنرجع بنعملها إعادة تدوير لحتى نستفيد منها بطريقة كتير بسيطة تكون ناعمة حلوة وتكون كتير خارج الصبايا يعني أكتر. أنا كوني بشتغل بالكروشيه وبشتغل بخياطة وبشتغل بجميع أنواع المهن اليدوية، فحبيت شارك بهذا البازار وتفرجي شغالنا كلياتها. يعني صحيح شغل يدوي بس نحن بالنهاية بدنا نورجي إنه للعالم كله إنه نحن مهما صار معنا بدنا نضل نصامدين ونشتغل، ونورجي إنه الست السورية قديش بتشتغل، عندها أسرار وتصميم بالشغل.